مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم. حلقه جديده لهذا اليوم من برنامج بالبونت العريض، نبداه كما العاده بعناوين صحف الخرطوم الصادره هذا الصباح، واخترنا لكم بعض العناوين. البدايه بصحيفه اخبار اليوم. الوساطه تمدد التفاوض بين وفدي الحكومه والحركه الشعبيه شمال لاسبوع. وصحيفة الوطن، مقتل عقيد وملازم داخل قيادة الجيش بوسط دارفور. أما في صحيفة السودان، صدقي صوف ينتقد عدم مخاطبة رئيس الوزراء لمواكب العدالة. صحيفة نيلة الدولية، روسيا تطالب السودان بحل وسط للقاعدة البحرية. صحيفة القوات المسلحة، أثيوبيا تبدأ تفريغ سد تاكزي على نهر ستيت وتحذير من فيضانات. وكالة السودان للأنباء، التجمع الاتحادي ينتخب رئيسا ويعلن تمسكه بمكتسبات الثورة ودعمه للحكومة. أخيرا صحيفة هلالنا، الهلال يعود غدا للتدريبات. ومن العناوين مباشرة إلى عمود حلقتنا لهذا اليوم للكاتب زين العابدين صالح عبد الرحمن، يكتب الإمارات حقائق وأسرار الصراع في السودان. قالت دولة الإمارات أنها سحبت مبادرتها التي كانت قد قدمتها في التوسط لإنهاء الخلاف الدائري بين السودان وإثيوبيا على الحدود وسد النهضة، وكانت قد طلبت أن تستثمر في أراضي الفشقة بمبلغ 8 مليار دولار أمريكي، حسب ما جاء في تصريحات وزير المالية عقب مؤتمر باريس. وكان قبل ذلك أشار ملك عقار أن المبادرة الإماراتية غير مرغوب فيها. ثم أعلن الفريق أول شمس الدين الكباشي في عيد الفطر في حديثه بعد صلاة العيد لكتائب القوات المسلحة السودانية المرابطة على الحدود السودانية مع إثيوبيا أن أراضي الفشقة سوف توزع لأصحابها وأهل المنطقة، مما يدل أن هناك بالفعل مبادرة إماراتية، لكن الجميع لم يفصحوا عنها بالصورة الكاملة المطلوبة. السؤال، هل الإمارات بالفعل سحبت مبادرتها؟ وما هي الجهة التي تساند الإمارات في الحصول على هذه الأراضي؟ ولماذا رفضت سلطة الفترة الانتقالية في المجلسين السيادي والوزراء أن تكون شفافة مع الشعب وتعلن عن تفاصيل مبادرة دولة الإمارات بصورتها الكاملة؟ ما هو هدف الإمارات من مد أنفها في الشأن السوداني؟ ومتى استطاعت أن يكون لها جيش جرار من السياسيين يقفون مع مصالحها دون مصالح وطنهم؟ ولماذا طلبت أن تلتقي بأغلبية القيادات السودانية في أبوظبي دون الخرطوم؟ ولماذا تصرح تلك القيادات عن ما دار في تلك اللقاءات؟ كلها أسئلة تحتاج إلى إجابات ترفض القوى السياسية الإفصاح عنها. أن الجواب على الأسئلة بالضرورة كما يقول الكاتب سوف يقودنا مباشرة إلى أسئلة أكثر أهمية في ذلك، تتعلق بقضية معايش الناس وسوء الخدمات في البلاد، وأيضا دعم بعض المكونات السياسية ودعم حركتها ونشاطاتها السياسية، وهي نشاطات كبيرة جدا قياسا لوضع القيادات الاقتصادية. كل ذلك يقودنا إلى أسئلة أكثر أهمية من سابقتها. أولها، هل عملية التجويع الآن هي جزء من السياسة لكي تركع شعب السودان لكي يقبل بشروط لم يفصح عنها حتى الآن ولماذا قطعت الإمارات والسعودية المنحة التي كانت قد أعلنت لكي تكمل سياسة التجويع، أو أن مؤشرات سوق الذهب في دبي يؤكد أن بيع الذهب السوداني يبلغ عشرات الأطنان وهو ربع يكفي لتوفير الحاجات الأساسية لمعاش الناس وتوفير الخدمات المطلوبة ويسهم في خفض العملة الوطنية تجاه العملات الأخرى بصورة كبيرة ويوفر الدواء ومدخلات الإنتاج جميعها، لكن هذا الربع لم يدخل الخزينة العامة للدولة ولا يستفاد منه أو لا يستفيد منه المواطن، أين يذهب؟ أن هنالك كميات كبيرة من الذهب تخرج من مطار الخرطوم في وضح النهار دون أي اعتراض عليها، ومعلوم أن ربعها لا يعود للبلاد من وراء هذا التصدير. هذا أشار إليه نائب رئيس المجلس السيادي
تكرارا من أو من الجهة التي تشرف عليه؟ لماذا السلطة التنفيذية خاصة مجلس الوزراء لم يفكر في إقامة بورصة لبيع الذهب السوداني من خلالها ويبيع للجهة التي تدفع أكثر حتى تعطي الفرصة لبنك السودان أن يتحكم في صادر الذهب؟ أما البنك نفسه يوافق على هذه السياسة، هذا لأن هنالك جهات ترفض ذلك تماما لأنها مرتبطة بشبكة مصالح مع دبي. أيضا أن إنتاج الصمغ العربي حتى الآن لم تسيطر عليه الدولة بشكل مباشر ويتم توزيعه على كوتات لبعض الرأسمالية من وراء هذا ولمصلحة أو من وراء هذا ولمصلحة من يعمل هؤلاء، هي أسئلة تحتاج إلى إجابات من السلطة التنفيذية وهي رافضة أن تخوض في ذلك. والغريب في الأمر أن رئيس الوزراء ممتنع أن يقيم مؤتمرا صحفيا بشكل دوري كل أسبوعين لكي يجيب فيه على الأسئلة العالقة في أذهان الكثيرين. هل يحتاج رئيس الوزراء لإذن لقيام مؤتمر صحفي أم ممنوع أن يخوض في الممنوع؟ وأيضا ما صحة أن رئيس الوزراء مع مجموعة القوى المدنية يخططون لتأسيس حزب جديد يستمر في الفترة الانتقالية التي يريد رئيس الوزراء تمديدها لعشرة سنوات حتى يصبح حزبه قادرا على خوض الانتخابات؟ أن رئيس الوزراء استغنى من مجموعة المزرعة لكنه جاء بمجموعة المدنيين التي لها علاقة الآن بالورش المستمرة في بعض المراكز والاتحادات بدعم خارجي، كلها أسئلة تحتاج إلى إجابة من رئيس الوزراء. أن الجهة التي تتحكم في السلطة التنفيذية هي التي كانت وراء قرار فض الاعتصام بأي طريقة كانت، وهدفها الأول أن الاعتصام يشكل نقطتين أكثر خطورة لها، الأولى أصبح مركزا للوعي الجديد في المجتمع ونقطة انطلاق وتجمع ويكسب أيضا حماسا للشباب، وأصبح يزيد وعي الشباب من خلال تفاعلاتهم وإبداعاتهم. هذا الناشط ليس قاصرا على مكان الاعتصام بل هو شعاع من نور. كان هذا عمود حلقتنا لهذا اليوم للكاتب زين العابدين صالح عبد الرحمن، قراءة تحليلية لما جاء في هذا العمود وما جاء أيضا في العناوين التي اخترناها لكم لهذا اليوم في الفقرة التحليلية عقب هذا الفاصل.
من جديد أهلا بكم، ومباشرة إلى الفقرة التحليلية والتي ينضم إلي فيها داخل الأستوديو الصحفي والكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عبد المنعم أبو إدريس. مرحبا بك أستاذ عبد المنعم. مرحبا بك منار وبمشاهدي قناة الهلال. بداية بعمود حلقتنا لهذا اليوم، ودعنا نتحدث عن الجزء الأول في العمود، والذي عادة أو المعلومات التي قالها الكاتب زين العابدين فيما يتعلق بتدخل الإمارات في الشأن السوداني، كثرة الأقاويل حول هذا الموضوع. أولا قبل أن ندخل في التفاصيل، أنا أعتقد أن الأستاذ العابدين صالح رغم وجوده في مهجر بعيد جدا، لكن ظل من الكتاب المرتبطين بالقضايا الوطنية وبيكتب بانتظام في بعض القضايا الوطنية. هذا العمود يعني الأستاذ العابدين كتب فيه عدة موضوعات، كل موضوع فيها يصلح أنه ليس عمود واحد تكتب فيه عدد من الأعمدة. طيب، هو تحدث في الموضوع القضية العلاقة مع الإمارات حول المراج، حول المبادرة الإماراتية لحل قضية الحدود، طبعا لأنه ما تم في حالة عدم شفافية حول الكشف عن تفاصيل هذه المبادرة، الحديث حولها مختلف، لكن المؤكد أن هي المبادرة لم تكن يعني هي مبادرة للاستثمار في منطقة الفشقة وإنشاء خط حديدي، ومرتبطة بعمل ميناء على البحر الأحمر. هذا الميناء مرتبط بصادرات وواردات دولة أثيوبيا الجارة. لذلك عدم الشفافية دخل كثير من الأحاديث حول قضية الإمارات. الإمارات طبعا دولة وعندها وضع الاقتصاد، عندها استثمارات في مختلف مناطق العالم، تحاول أن تتمدد، تحاول أن من خلال الدور الاقتصادي تفعل عن دور سياسي، لديها كثير من النشاط في منطقة القارة الأفريقية اللي احنا موجودين فيها، لديها استثمارات ضخمة جدا، هي تقريبا المستثمر رقم 3 في أثيوبيا، لديها قاعدة بحرية في أريتريا، كانت لديها قاعدة ميناء مستأجرة في جيبوتي تم فك الارتباط بينها وبين دولة جيبوتي، لديها ميناء مستأجر في جزء من الصومال في منطقة جمهورية صومالي لاند المنفصلة عن دولة الصومال الفيدرالية. إجمالا الإمارات عندها نشاط اقتصادي مرتبط بنشاط أنها تبحث لها عن دور سياسي في المنطقة، وطبعا ده من حقها، لكن يبقى السؤال أنه كيف نحن كدولة كسودان وكسياسيين سودانيين وكمتخذ قرار سوداني بنتعامل مع هذه الاستثمارات. هل الاستثمارات مقدم فيها المصلحة السودانية أم أن يعني البعض لمصالح شخصية قد يقدم المصلحة الإماراتية؟ هذا هو السؤال المحوري حول أنه كيف نتعامل، يعني كيف المتخذ القرار يتعامل مع الإمارات وطلب الاستثمار. طبعا بس الأستاذ العابدين ذكر أن المبادرة كانت مرتبطة بالفشقة، الآن في مبادرة إماراتية حول قضية سد النهضة، وكان هناك مندوب لدولة الإمارات زار الدول الثلاثة، زار السودان وأثيوبيا ومصر، وهي طارحة مبادرة مرتبطة بسد النهضة مختلفة عن المبادرة المرتبطة بالفشقة. نعم، في جزئية أخرى أيضا تحدث زين العابدين فيما يتعلق بصادر الذهب وكيف الاستفادة منه بدل من تصديره إلى دبي أو تهريبه. طبعا يعني بيحدث الآن ما تصدير، بيحدث الآن تهريب لدبي بكميات كبيرة جدا، باعتبار أن دبي بلد تجارتها مفتوحة تستقبل أي عائدات. السؤال أنه يعني كيف المخارج بتاعت السودان، كيف الحكومة والسلطة التنفيذية ما قادرة تسيطر عليها في أنها تضبطها في أنه ما يحدث تسرب لهذا الذهب. طبعا المهربين بيحصلوا على مكاسب كبيرة، لذلك سيستمروا في عملية التهريب. يبقى أنه حتى يعني شهدنا أنه قبل 10 أيام في زيارة شهيرة قام بها وزير مجلس الوزراء مع وزير الداخلية ومع وزير الدفاع ومدير الجمارك لمطار الخرطوم، وتم حوار، والآن في اتهامات تبودلت بين واحدة من الشركات بتاعت الطيران وإدارة الجمارك، والآن في حديث عن بلاغات اتفتحت من الطرفين في الطرف، كل طرف في الطرف الآخر. فيبقى أنه كيف السيطرة؟ طبعا الحديث عن أنه في جزئية قال أنه لماذا لم تفكر الحكومة في موضوع البورصة، يبدو أن الأستاذ يعني قد تكون المعلومة وصلته، الحكومة أعلنت أنها هي الآن تعد في إنشاء بورصة للذهب،
وبل انه السيد وزير الماليه قال انه ليست بورصه للذهب فقط، هو مجموعه بتاع البورصات لمنتجات مختلفه. يبقى انه كيف السلطه التنفيذيه تسرع في ان في انها تنشئ هذه البورصه، لانه هذه البورصه يمكن ان تكون من الاسباب اللي توقف عمليه التهريب مع ضبط المخارج، لانه الان بالاخبار اللي بتتم تداولها في الضبطيات المخرج الاساسي للتهريب هو مطار الخرطوم. يعني المخرج الاساسي هو مطار الخرطوم، يوميا نحن نشهد اخبار عن ضبط كميات من الذهب، مرات داخل طائرات، مرات مع بعض المسافرين، مرات في، يبقى انه كيف السيطره على مطار الخرطوم واغلاق كل الثغرات الموجوده الامنيه الموجوده فيه، وجعله انه لا يصبح يعني كانما تحول الى يعني بوابه لتخريب الاقتصاد، لانه كميه الذهب السوداني كلام عن إنتاج لو تم كله في الإطار القانوني وصب داخل بنك السودان يمكن أن يحل جزء كبير جدا من مشكلة النقد الأجنبي، ويساهم في تحسن قيمة العملة السودانية، ويوفر للحكومة مداخل لاستيراد السلع الأساسية. لكن يعني ما نسمعه من صادر يتم عبر القنوات الرسمية مقارنة بالمنتج مرات 20% ومرات أقل من 20%. نعم صحيح. وبمبدأ الشفافية أستاذ عبد المنعم الذي تحدث عنه الكاتب زين العابدين، أيضا تطرق إلى جزئية فيما يتعلق بالشفافية من قبل رئيس الوزراء، وأن الكثيرون طالبوا رئيس الوزراء بضرورة أن يكون هنالك مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء على الأقل كل أسبوعين للحديث حول المشكلات والأزمات، وأن تكون الحكومة شفافة مع الشعب. وطبعا ليس رئيس الوزراء لوحده، الشفافية واحدة من أدوات الحكم الديمقراطي، واحدة من أدوات الحكم الرشيد، مطالب أن كل الوزراء أن يكونوا في وقت محدد يخرجوا، ليس الوزراء أن الحكومة المفروض يكون عندها متحدث بيخرج بصورة راتبة يقول ماذا تفعل، يرد على الأسئلة. في مبادرة طبعا قام بها وزير رئاسة مجلس الوزراء أنه هو بعد كل فترة بيرد على بعض الأسئلة التي ترد، عبر لأنه تم الإعلان عن أنهم لديهم هاتف ولديهم بريد إلكتروني يتلقوا الأسئلة والاستفسارات، هو يخرج يرد عليها. وكل هذه المبادرة محتاجة أنها تعمم بدءا من رئيس الوزراء وكل وزراء الحكومة، وبالأخص الناطق باسم الحكومة والمتحدثين باسم الوزارات المهمة والرئيسية، لأنه الآن كثير من القضايا وكثير من الأسئلة المواطن يحتاج إلى إجابات حولها، وعدم الإجابات حولها ده ساقنا لمربع سيء جدا، أنه مربع الشائعات، وشائعات هي الآن المسيطرة تماما وهي المتحكمة في الرأي العام، وهي التي توجه في ظل غياب المعلومات الحقيقية من الجهات الرسمية. فدي واحدة من الأزمات الأساسية جدا اللي بتعاني منها الحكومة، في أنها هي ليست شفافة، لا المعلومات لا تتدفق منها بالصورة، رغم أنه هي حكومة جات بعد ثورة، حكومة جات حكومة تحول ديمقراطي، وتدرك أن الحصول على المعلومة حق إنساني، أن يحصل على المعلومات كمواطن سوداني، لكن الواقع يكذب هذا. نعم. من المعلومات المهمة أيضا التي وردت في هذا العمود أستاذ عبد المنعم فيما يتعلق بتكوين رئيس الوزراء لحزب جديد وتمديد 10 سنوات للفترة الانتقالية حتى يخوض هذا الحزب الانتخابات، فيما يتعلق أيضا ذكر شلة المزرعة، ومن المعروفة أنها من القصص أيضا كانت رائجة في مكتب رئيس الوزراء السابق. وواحدة من الحاجات الحديث عن تمديد الفترة الانتقالية لعشر سنوات، دي واحدة من الحاجات المحتاجة الحكومة محتاجة تطلع ترد عليها، لأنه أنا بعرف من المعلومات أنه الوفد الحكومي في المفاوضات مع الحركة الشعبية شمال رفض تمديد الفترة الانتقالية، فما أعتقد أنه في توجه لتمديد الفترة الانتقالية لعشر سنوات، وعشر سنوات فترة طويلة جدا. وإذا كان يعني حتى لو رئيس الوزراء بيفكر في إنشاء حزب، ما أعتقد يعني إذا كان صح الكلام يعني. وده واحدة من الحاجات اللي قبل أنا تحدثت عنها، والله الشائعات كثيرة هي اللي بتسيطر. فالأستاذ زين العابدين يبدو أنه حصل على معلومة من مكان ما
هذه المعلومة محتاجة للتحقق، محتاجة للتأكد منها، محتاجة أن الحكومات ترد عليها تقول والله ما في كلام زي ده. والفترة الانتقالية معروف أنه تم تمديدها مرة واحدة في لما تم توقيع اتفاق سلام جوبا. الآن حتى الآن لم يتم توقيع اتفاق سلام مع الحركة الشعبية حتى نرى أنه سيتم تمديده ولا ما تمديده. فالفترة الانتقالية محكومة بالوثيقة الدستورية الآن 39 شهر عن 39 شهر ما في حديث عن تمديد حتى الآن. وحتى يعني ما اعتقد انه يعني في شخص سوي يمكن ان يمدد الفتره الانتقاليه عشان ينشئ حزب يعني.